السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول. والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 1 في المحور الثاني اللي هو theme 2 the world around me taking care of our world أو العالم من حولي، الاهتمام بالعالم. و chapter 1 اسمه when habitats change أو عندما تتغير مواطن الحياة، المواطن بتاعة حياة الكائنات الحية. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا أول حاجة عندنا مجموعة من الكلمات الهامة لازم نعرفها مع بعض. habitat، habitat يعني موطن، wetland يعني أرض رطبة، polar bear يعني دب قطبي، equator يعني خط الاستواء، poles، poles يعني القطبين، effect، effect يعني تأثير، invasive 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 يعني غزوي، اللي هو جاي مع غزو جاي مع احتلال، grassland يعني أرض عشبية، organism organism يعني كائن حي، salamander ده حيوان السالامندر، global اللي هو الكرة الأرضية، interact يعني يتفاعل، benefit يعني فائدة، environment يعني بيئة، polar polar يعني قطب قطبي يعني قطبي، جيراف جيراف يعني زرافة، needs needs يعني احتياجات، hemisphere يعني منتصف الكرة الأرضية، survive survive يعني يعيش يحيا، harm harm يعني يضر، simulate simulate يعني يحاكي، games simulation simulation يعني محاكاة، rainforest rainforest غابة مطيرة، boa constrictor boa constrictor ده سنيك اللي هو أفعى المضيقة، cardinal directions اللي هي الاتجاهات الأساسية الأربعة، continent continent يعني قارة، cause cause يعني سبب سبب، overgrass overgrass يعني راعي جائر اللي هو ترعى الحيوانات لغاية ما تخلص الموارد اللي في الأرض، brochure brochure يعني بحث أو نشر. كلمات دي حلوة. ومعانا هنا lesson 1 وعنوانها close observations أو ملاحظات عن قرب. observe يعني لاحظ، a picture of habitat صورة الموطن، then answer the question وبعدين جاوب على الأسئلة. a habitat الموطن، it is the environment هي البيئة where plants and animals normally live and grow اللي بيعيش فيها الكائنات الحية الحيوانات والنباتات بشكل عادي ويكبر وينمو يعني. طبعا هذه الصورة بتاعت الهابيتات اللي تحت هنا بيسألنا بيقول لنا choose اختار اقرا. This habitat contains animal and plants. Animal and plants صح. Not is an example of a non-living thing in the habitat. In this habitat. In this habitat. A lake.
عليك البحيرة. Write the names of animals in the previous picture. اكتب أسماء الحيوانات اللي في الصورة دي. دي homework. My local habitat أو بيئتي المحلية. local يعني محلي يعني موجود معايا. طبعا هنا بيقول لك read and learn. اقرا وتعلم. A living thing that needs food, water, air and shelter. Lion, I eat meat. I live in the forest. Rabbit, I eat plants. Black carrot, I live on the farm. Dolphin, I eat fish. I live in some oceans. Giraffe, I eat leaves. I live in the forest. Camel, I eat grass, grains, and wheat. I live in the desert. Fox, I eat animals. I live in the forest. تمام؟ كل animal من الانيمالز دي بيعرفك هو بياكل ايه وبيعيش فين. طبعا هنا ده المفروض توصيل matching. ده homework. الاكتيفيتي 3 هنا تعالوا نقرا مع بعض. بيقول لك هنا draw a picture. ارسم صورة of your local habitat للموطن بتاعك اللي حواليك. الموطن المحلي بتاعك and color it ولونه and make sure وتأكد you include plants animals ان انت تحط نباتات وحيوانات and non-living things وحاجات غير حية in the habitat في الموطن ده. Then write three sentences وبعدين اكتب ثلاث جمل to describe items of the of your local habitat علشان توصف الحاجات في اللوكال هابيتات بتاعك. دي homework. طبعا انت هترسم هنا وهتكتب 3 sentences هنا. Activity 4. Read the following story. اقرا القصة التالية. Then answer the questions وبعدين جاوب على الأسئلة. In the evening, Amir's father. Amir's father, Abu Amir. Enters the house with a box. Amir asks his father, what is this? Father tells Amir that is a surprise for him and his sister. Surprise يعني مفاجأة. طبعا باباهم جاب لهم مفاجأة. Father opens the box. The surprise is a cat. Amir and Sora say, it is a nice surprise, Dad. دي مفاجأة جميلة يا بابا. Sora asks how they will take care of this cat. Amir says cats need food and water only. القطط عايزة مية وأكل بس. Sora says no, Amir, cats also need shelter. Father says yes, my children, cats need food, water, air and shelter. تمام. هو ده الستوري الجميلة دي اللي تحت هنا homework. نروح لليسون 2. Living organisms أو الكائنات الحية. طبعا هنا بيقول لك read and learn. Read and learn اقرا وتعلم. فهنا صديقنا بيقول لصديقه Do you know that a habitat consists of living things and non-living things? هل انت تعرف ان ال habitat أو الموطن بيتكون من كائنات حية وأشياء غير حية؟ فصديقه بيرد عليه وبيقول له yes, but please you should say living organisms. بيقول له لكن لو سمحت لازم تقول living organisms كائنات حية because it is more accurate لأن هي دقيقة أكثر. More accurate يعني دقيقة أكثر دقة. Habitat consists of يعني بتتكون من. Do you have? Living organisms كائنات حية زي humans البشر plants نباتات animals الحيوانات.
non-living things الأشياء غير الحية such as مثل بول chair rocks sun طبعا هنا المفروض ان احنا هنعمل تصنيف لل living organisms وال non living organisms فبيقول لك write the names of the following items in the table below اكتب اسماء الحاجات دي في التابلز اللي below اللي هي الجدولين دول هتحط هنا ال living things وهنا ال non living things ده homework هنا بيقول لك في الاكتيفيتي ده habitats المواطن read and learn اقرا وتعلم It, in our world في عالمنا there are many habitats such as polar habitat rainforest habitat grassland habitat and wetland habitat بيقول لنا هنا الاكتيفيتي ده read and learn then answer the following questions اقرا وتعلم وبعدين جاوب على الاسئله اللي تحت فبيقول لك هنا البولر هابيتات او البيئه الموطن القطبي it is a habitat where ice covers large parts of it and it is found near the north and south poles هي المكان اللي التلج بيغطي فيه مساحات واسعة وهو موجود قريب من الـ North and South Poles القطب الشمالي والقطب الجنوبي Now الآن Let's see خلينا نشوف دعنا نرى The weather in the polar habitat الطقس في الطقس في المواطن القطبي And also وأيضا Learn about some plants خلينا نتعلم عن بعض النباتات and animals والحيوانات that live in it اللي عايشة فيه فطبعا هنا الweather cold and windy تلج ورياح مليان تلج ورياح مسلج ومليء بالرياح plants أو نباتات shrubs grow close to the ground shrubs اللي هي شجيرات صغيرة close to the ground قريبة من التربة moss grows on rocks وكمان بعض الموز الطحالب grows on rocks بتنمو على الصخور الانيمالز او الحيوانات sea lion اسد البحر whale الحوت polar bear الدب القطبي arctic fox الثعلب القطبي والبنجوينز او البطريق البنجوينز او البطريق walk gather and sleep on the ice and they swim in the water to find food يعني بيمشوا walk gather بيتجمعوا and sleep وبيناموا on the ice في التلج they swim هم بيعوموا in the water to find food بيعوموا في المية علشان يدوروا على الاكل طبعا الجزء اللي تحت ده homework طبعا هنا بيقول لك read and learn اقرا وتعلم then answer the following questions وبعدين جاوب على الأسئلة التالية rainforest habitat بيئة الغابة الممطرة it is a habitat which is full of trees and it is located near the equator where equator يعني خط الاستواء where it is warm. Now let's see the weather in the rainforest and also learn about some plants and animals that live in it. Weather warm and rain falls almost every day. Plants have big leaves to help capture light. Tall trees block most of sunlight from reaching the ground. Animals, amphibians, such as frogs. Amphibians, يعني اللي هي amphibians, يعني البرمائيات, such as frogs, زي الضفادع. Monkeys, animals, large snakes, crawl on the dark, warm, and wet floor to
catch their breeze. Breeze اللي هي اللي هي اللي هي الفرائس. Macaws. Macaws ده البغبغاء. A type of parrots. A type of parrots. نوع من أنواع البغبغاء. طبعا اللي تحت ده homework. Activity 4 بيقول لنا هنا Grass read and learn and answer the following questions. Grassland habitat. It is a habitat which has dry and flat areas of land and few trees. Now let's see the weather in the grassland habitat and also learn about some plants and animals that live in it. Weather in tropical grassland. Tropical يعني استوائي. Grassland habitat. The weather is warm all the year. Temperate يعني معتدل المناخ. Temperate grassland يعني مواطن معتدلة المناخ. The weather is warm in the summer and cool in the winter. يعني الطقس بيبقى حر في الصيف وبرد في الشتاء. Plants النباتات the tall grass أعشاب طويلة. Bushes اللي هي شجيرات هي شجرات صغيرة يعني. Where birds make their homes اللي بتعمل فيها الطيور أعشاشها. Animals حيوانات lions cheetahs prairie dogs الكلاب البرية prairie dogs rabbits الأرانب. Prairie dogs and rabbits dig burrows بيحفروا جحور in the dirt في الطين to find shelters علشان تعمل بيوت لنفسها. طبعا اللي تحت ده homework. في activity number 5 read and learn then answer the following questions. Wetland habitat. It is a habitat where fresh water or salt water and land meet, forming land covered in water known as swamps. Swamps يعني مستنقعات. مستنقعات. Now let's see the weather in the wetland habitat and also learn about some plants and animals that live in it. Weather warm or cool or have multiple seasons. Warm or cool يعني حر ولا بارد. Or have multiple seasons أو فيها فصول أكثر. فصول متنوعة. Multiple يعني متنوع. Seasons فصول. Plants under the water. Plants grow floating. Floating يعني بتطفو. تطفو. On top of the water. Animals. Many animals that live in wetland can survive in both water and on land. For example, turtles. تمام الجزء اللي تحت ده homework. طبعا هنا دي homework. طبعا هنا هناخد في lesson 3 comparing habitats او المقارنه بين المواطن. فبيقول لك هنا use the Venn diagram. Venn diagram شكل Venn اللي احنا عارفينه من السنين اللي فاتت. بنحط طبعا كل habitat في الدايرة بتاعته والتقاطع بينهم بيبقى فيه الحاجات اللي هم بيشتركوا فيها في الصفات. فبيقول لك use the Venn diagram to answer the following questions أو عشان تجاوب على الأسئلة التالية. فالrainforest habitat أو الغابة المطيرة has many trees, animals, frogs,
macaws, monkeys, large snakes. طبعا هي بنقارنها بالgrassland habitat أو الموطن الأرض العشبية. Has few trees, animals, prairie dogs, rabbits, lions, and cheetahs. طبعا هما الاثنين بيشتركوا feel very warm أو طقس فيها دافئ جدا. طبعا ده homework. طبعا هنا بيسألك في definitions أو في وصف ال habitats اللي احنا خدناها قبل كده، فده homework. Where do I live? Where do I live? أنا أين أنا أعيش؟ فبيقول لك هنا Read and learn, then answer the following questions. Polar bear. I live in polar habitat because I am covered in thick white fur. Thick يعني سميك. White يعني أبيض. Fur يعني فراء أو فر. To stay warm, I eat fish and hunt for seals on the ice. I live in grassland habitat because I need to. The giraffe. I live in grassland habitat because I need to live in a warm place because my body doesn't adapt. Adapt يعني يتأقلم. يتأقلم ما بيتأقلمش. Adapt well to cold weather. ما بتستحملش هي الطقس البارد. I eat leaves that I reach with my long neck. I have long legs to run quickly through open areas. تمام هنا اللي تحت ده homework. وادي السلامندر اللي هو شبه السحلية كده، شبه السحلية. ده بيقول لك هنا Read and learn then answer the questions. Salamander, I live in wetland habitat because I live both in water and on land. I eat bugs and worms. I lay eggs in water. هو بيضع ليه يعني يضع البيض بتاعه فين؟ في المية. بوا كونستراكتور اللي هي نوع من انواع الثعابين، اللي هو ثعبان المضيقه اسمها كده. I live in rainforest habitat because I can live in very hot weather and I cannot live in cold weather. I hunt for food on the dry ground and high up in trees. تمام ده هو مارك برضه بيسالك عنها. وهنا بيقول لك I have learned that، ملخص لك طبعا كل حاجة خاصة بالhabitats. لو في حاجة انت معرفتش ترجع لها تقدر تاخدها من هنا، هو ملخص لك الكلام ده. فده لازم نعرفه كويس. بكده نكون انهينا lesson 3 وانهينا معاه درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.